تزايدت الدعوات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد أن اعترف أمس بامتلاكه حصة في صندوق والده الاستثماري أوفشور، ما يربطه بفضيحة تسريبات بنما. ودعا العميل السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن الشعب البريطاني للثورة ضده وإجبره على الاستقالة في سياق متصل. يبحث البرلمان الأيسلندي اقتراحا بحكب الثقة عن الحكومة على خلفية وثائق بنما. بشكل مباشر أستاذ مصباح، كيف تصف المشهد العالمي بعد تسريبات وثائق بنما؟ يعني انا ما عنديش اي شك في ان الاستخبارات الامريكيه عامله ده، ومش كل اللي تعمله المخابرات الامريكيه وحش، ممكن يبقى فيه جزء من المدفعه، بس من الواضح ان في امريكا نفسها فيها طيار حتى الامريكان نفسهم بيسموه طيار التعتيم العالمي، اللي بالعكس لا ملوش اي مصلحه في اي شفافيه ماليه. ومن سوء الحظ ان الطيار ده هو اللي بيمول الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وده مش إدانة لحد، بس الحقيقة لازم تبقى الحقيقة دي معروفة للناس. وتهيألي الاتحاد كده سمعته شوية محل شك، مع إن في صحفيين محترمين. التيار ده منه بقى إيه يعني سورس، ومنه الناس بتاع بنك مورجان وكذا. في تيار في الإدارة الأمريكية ده بقى مهم جدا بالنسبة للمستقبل، إن مصر تعمل معاه ومع غيره في منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية. بيقول لك عايزين نحط نهاية لما بيسمى جزر النعيم الضريبي، عايزين نخلص على البدعة دي اللي بدأت في العالم من 1945 أيام الحرب العالمية الثانية، عشان الفلوس اللي موجوده في اولا تبقى معروفه هي ملك مين، وما لا تستخدم بقى في اعمال مخدرات وسلاح وارهاب، والناحيه الثانيه يدفع الضرائب اللي عليها، فتخش القنوات الماليه الرسميه وتدفع الضرائب اللي عليها. فانا بقول ان مصر الحقيقه يجب ان تنضم بقوه الى هذا التيار، وعندنا خبراء سواء في وزاره الماليه او في مؤسسات الضريبيه المختلفه واعيين جدا بالحكايه دي وعارفين ازاي نستفيد منها، بس لازم بقى لنا قرار واضح في التعامل معاها. يعني